اللقاء مع السفير شريف اسماعيل يمكن كان عدسة النادي الأهلي موجودة. تعالوا نشوف مع حضراتكم سيادة السفير طبعا شريف اسماعيل سفيرنا في تنزانيا قال ايه في هذه اللحظات. يسعدنا يكون معنا سفير مصر في دولة تنزانيا السفير شريف اسماعيل. معلش سفير، يعني بنرحب بحضرتك في البداية، مجهود أكثر من رائع منذ يعني وصولنا لدار السلام، حضرتك كل طاقم السفارة موجودين في الاستقبال ولحد إنهاء الإجراءات ولتسكين اللاعبين كمان في الأول. مساء الخير يا فندم، والحمد لله على السلامة أولا، ومساء الخير على كل المشاهدين الكرام، ونطمن كل المشاهدين ومتابعين قناة الأهلي الحمد لله بوصول الفرقة، وإن شاء الله بيتم التسكين الآن، وان شاء الله كل الامور على ما يرام، وباذن الله يعني موفقين في التجربه والتواجد في تنزانيا. يعني يمكن فريق النادي الاهلي كان تقريبا من 40 يوم بالظبط كان هنا في تنزانيا لمواجهه سيمبا بقى، يعني القطب الثاني هنا في دار السلام. يمكن كان ساعتها بطوله الدوري الافريقي والاتحاد الافريقي كان هو المنظم اكتر للامور مع الاتحاد الدولي، ولكن المره دي انا شايف ان السفاره بسم الله ما شاء الله يعني بتنسق مع النادي الاهلي، عاملين اداء اكثر من رائع. يمكن حتى الفندق هنا اول ما وصلنا عرفنا ان ده احسن فندق في دار السلام او تنزانيا كلها كمان. صحيح يا فندم، هو فعلا الاهلي دي تاني مره في خلال 40 يوم بيزور دار السلام وتنزانيا، واحنا سعداء بوجودهم معانا. واي فرقه مصريه الحقيقه طبعا الاهلي وكل الفرق اللي هي بتشارك في الدوريات الافريقيه احنا بنسعد بوجودهم، وبنقدم كل ما هو ممكن من تسهيلات علشان نيسر ان شاء الله تواجدهم، وان احنا نيسر الاقامه والماتشات ونحشد الجماهير، وان شاء الله موفقين دايما في النتيجه. يعني احنا عرفنا كده ان في عدد كبير من المصريين موجودين، طبعا قوه مصر الكبيره في افريقيا وريادتها ويعني مشروعات قوميه كتير جدا بيقوم بها الجانب المصري هنا في تنزانيا. يعني الوجود المصري بقى ومجهوداتكم والعدد يعني ان شاء الله متوقع لحضور المباراه باذن الله. والله حضرتك عارف احنا عندنا هنا تقريبا في حوالي 1200 مواطن مصري، الاكثريه منهم موجودين في المشروع العظيم بتاع السد جوليوس نيريري، المشروع الاكبر التنموي على المستوى التنزاني بالكامل وفي تاريخ تنزانيا، واللي احنا بنفخر في مصر ان احنا بنكون شركاء معاهم في التنفيذ. فان شاء الله هنحاول من اكبر عدد ممكن من الجاليه المتواجده هنا ان هي تكون موجوده ان شاء الله، وبتأزر الفرقه ان شاء الله في الماتش يوم السبت. وجود النادي الاهلي في تنزانيا والقوه الناعمه للنادي الاهلي وقوته في افريقيا، شايف ده ازاي حضرتك، خاصه يعني مردوده على الشعب التنزاني وكمان المصريين الموجودين؟ لا للامانه طبعا النادي الاهلي قيمه رفيعه جدا وعاليه جدا في افريقيا بالكامل وفي تنزانيا تحديدا، وبنلمسه من التنزانيين. يعني حضرتك شفت حتى في المطار الناس عارفة اللعيبة والناس عارفة الفرقة والناس عارفة التاريخ، وطبعا كل عارف ان هو النادي الاهلي هو البطل وهو دايما بيسعى للبطولة، فدايما بتدي دي يعني طعم اضافي للمنافسة، فان شاء الله دايما موفقين ان شاء الله. الاعداد بقى يوم المباراة نفسه يعني محضرين ايه؟ الجمهور والجالية المصرية هنا محضر لهم ايه؟ ولا في جمهور كمان جاي من مصر لتنزانيا؟ والله زي ما حضرتك عارف ان هو يعني الفرقة المصرية لما بتحل علينا في الدول اللي احنا بنمثل مصر فيها بتبقى دايما كده يعني الترحاب والألفة والدعم الجماهيري موجود من الجالية المتواجدة، وزائد يعني الجماهير اللي ممكن يعني تزور من مصر. فاحنا طبعا كسفارة بنقدم كل هو متاح، احنا بنحشدهم بنتحرك سوا بنوفر اعلام لو في متاح او كده، وبنأمنهم طبعا مع الجانب التنزاني علشان يعني دي برضو جزء مهم من الاحداث اللي هو بتاعه المباريات. يعني معالي السفير بنشكر حضرتك على حسن الضيافه والاستقبال والمجهود الرائع اللي عمله حضرتك وكل طاقم السفاره هنا في تنزانيا في استقبال النادي الاهلي، ونتمنى لحضرتك دوام التوفيق ويا رب دايما مصر في المقدمه. انا اللي اشكر حضرتك، ويعني تحياتي للجمهور العظيم، وان شاء الله موفقين في الماتش ونحتفل سويا باذن الله يوم السبت ونتيجه ايجابيه باذن الله. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، ده كان لقائنا مع معالي السفير شريف اسماعيل سفير مصر في تنزانيا. يمكن خلاص دي اولى يعني ساعات وصول النادي الاهلي لدار السلام هنا في تنزانيا، ان شاء الله تكون رحله موفقه، الجميع عمل اللي عليه، تسهيلات في كل الامور، احسن فندق موجود في تنزانيا، بعثه النادي الاهلي موجوده فيه بالفعل، يعني الجهاز الاداري طبعا بقياده كابتن خالد بيبو بالتنسيق مع السفاره مجهود اكثر من رائع. استاذ محمد الضماط عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه يمكن بيستقبل كل اللاعبين بيشرف بنفسه على كل التجهيزات، مجهود اكثر من رائع، ان شاء الله يكلل بالنجاح، وان شاء الله يبقى النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد.